إذن الآن بعد ما تكون عندنا تورك، تكون عندي تورك في هذا المحرك، بدنا بس الآن نطلع نشوف كيف الكونكشن، الطريقة الصحيحة للكونكشن لهذا المحرك. طبعاً ممكن أشبكه ستار، ممكن إني أشبكه دلتا. فلو جينا إحنا ردينا أخذنا إذن هلا هون كونكشن، هلا عندي إذا هون رديت رسمت هذا اللي هون، وكان عندي سلك هون وسلك هون، كان عندنا بعدين سلك هون وسلك هون، وبعدين عندنا سلك هون وسلك هون، وجينا قلنا هذا سميناه الـ A و A داش B و B داش، بعدين C و C داش، صار عندي هدول الأسلاك. هلا هدول الأسلاك احنا ضمنيا فاهمين إنه هذا يعني هيدا، خلينا بس نحط هذه هيك هون، وهاي كانها هيك هون، وهذه هيك هون. وأنا ضمنيا فاهم إنه A و A داش مشبوكين من ورا مع بعض، فكأنه هذا هيك سلك مشبوك مع بعض من ورا السلكين. طبعا هو ما بيكون هون السلك ببعده، بس أنا بس هلا التسهيل رح حطيت السلك المقطع. شو السلك المقطع يعني؟ يعني السلك هذا من ورا مشبوكين هذول التنين مع بعض، وهذول بس أنا ما بحطه بالنص لأنه بدي أطلع الروتر، فاهمين؟ إذا بدي أطلع الروتر ما بدي سلك بطريقي. وبعدين عندي نفس الشيء، هذا من هون وهذا من هون. هلا بيطلع معي 6 تيرمينالز من المحرك، بقدر اطلع، بقدر اطلع التنين تبعون A و A داش B و B داش C و C داش. بس احنا صحيح ما بنسميهم هيك، بنسميهم U U1 و U2، V1 و V2، W1 و W2. فالمحرك لما باجي على التيرمينال بوكس تبع المحرك رح الاقي في عندي U1 و U2 اللي هم A و A bar، A و A dash، ورح الاقي عندي V1 و V2 اللي هم D و B dash، ورح الاقي W1 و W2 اللي هم C و C dash. كيف الان هذول رح اشبكهم؟ رح نيجي مثلا هون بشبك هذا، ناخده نسميه هذا U1، رح حط النقطة هون U2، بعدين عندي V1 V2، وهاي النقطة هون W1 W2. حتى اشبكه هذا ستار ايش كيف رح اشبكه؟ إذا بدي أشبك ستار راح أشبك الـ U2 مع الـ V2 والـ W2 مع الـ V2، فكأني راح أشبك هاد مع هاد وهاد مع هاد، راح أشبكهم كلهم نقطة واحدة. هاي إيش راح نسميها النقطة؟ هاي ستار بوينت. بس إذا شبكته هذا ستار راح يطلع معي سلك من هون، سلك من هون، سلك من هون. هلا ممكن بعض محركات يكونوا طالعين الست اسلاك منها، ست اسلاك لانهم 3 فيز، فهذول كانها هاي هون 6 كذا بنقصد. اذا شبكناها ستار بنشبكها بهاي الطريقه. طب اذا بدي اشبكها دلتا كيف رح اشبكها؟ خلينا نشوف. لو بدي اشبكها دلتا، لو بدنا نشبك هذه دلتا من هون رح نشبكها بالشكل التالي. فرح نيجي هون ناخذ U1 U2 V1 V2 W1 W2، نقطة هون ونقطة هون. واضح تمام؟ انتبهوا معي كيف بدنا نوصلها الآن. أنا عندي 6 تيرمينالز، في 6 تيرمينالز هون، ممكن أشبكهم بالطريقة اللي أنا بدي إياها. هلا معظم المحركات ما بتجيش بهذا الشكل، خليني أفرجيكم هلا كيف بتيجي. الـ U1 إيش بيكون قدامها؟ أنا لو بدي أشبكهم هم دول دلتا، نشبك التريلينج إيدج تبع هذا اللي هي يو 2 مع مين بشبكها؟ مع في 1، والتريلينج إيدج تبع في 2 بشبكها مع يو 1، ويو 1 بشبكها هون مع دبليو 2. بيطلع معي الآن 3 أسلاك، هي سلك، هي سلك، هاي سلك،
هاي السلم. ايش هاي الكونكشن؟ دلتا. ايش هذيك الكونكشن؟ ستوب. وصحيح الكونكشن بوكس مش صحيح 100% زي هيك، خلينا ارسمه بالشكل الاصح اللي بيجي فيه التيرمينال بوكس. فبكون عادة التيرمينال بوكس مشبوك بالشكل التالي او بيجي بالشكل التالي. فلما بطلع على الكونكشن بوكس تبع المحرك بلاقي عندي U1 V1 W1، بس هون بكون طالع التيرمينال هذا W2، يعني طرف W1 الثاني وين بيجي؟ بحطه قدام مين؟ ليش حطيته قدام U1 في الكونكشن بوكس؟ انا مع مين بدي اشبك U1؟ مع W2. اوكي، فباجي من هون هلا بنيجي هذا كان اسمه دلتا هيك بكون. اذا بدي اشبك دلتا، طب اذا بدي اشبك ستار شو راح اشبك؟ راح احط هاي مع هاي وهاي مع فهون راح اجيب W2، بعدين V1 مع مين راح ينشبك؟ مع U2، وبعدين عندي V2 مع W1. فراح يكون عندي U2 V2 W2. إذا بدي أشبكهم ستار كيف راح أشبكهم؟ بشبك هاي مع هاي. هاي قطعة، هاي بتيجي قطعة مبسطة كأنها سلك، وبشبك هاي مع هاي. وين صارت ستار بوينت؟ هاي ستار بوينت، بس أنا وين بحط الثري فيز؟ بحطهم هون. لو بدي أشبك دلتا كيف بشبكه؟ لو بدي أشبك هذا المحرك دلتا U1 مع W2 ناخذ هاي واضح فاهمين؟ بكل الحالات الثري فيز بيجوا على التيرمينالز اللي فوق. فالفيز A وبي وسي بجيب الفيز بشبكه هون، هذا A أو R مرات بنسميه، وبعدين هذا بشبكه هون S اللي هو B. هذا هون الثري فيز سبلاي، وهون باجي بشبك هاي طريقة الكونكشن تبعت. إذا المحرك طالعين الست أسلاك، طب إذا طالعين الثلاث أسلاك ما بقدر أعمل شيء فيهم، بكونوا هم أوريدي من المصنع طالعين مشبوكين ستار أو دلتا، فاهمين؟ إذا المحرك طالع من المصنع مشبوك هو ستار أو دلتا، كم سلك راح يطلع لي في الكونكشن بوكس؟ ثلاثة. إذا المحرك معطيني صاحب المحرك أو المصنع بده يعطيني الخيار شو بطلع لي؟ ست أسلاك، وبفك كل الست أسلاك هذول، أنا بوصلهم زي ما بدي. ستار او دلتا، لانه مرات بكون في عندي فولتجز مختلفه، ومرات بعمل شيء اسمه ستار دلتا ستارتر، ببدا المحرك على ستار وبعدين بحوله بعد فتره لدلتا. حتى اعمل هيك لازم يكون طالع عندي الست. اذا خلينا نكتبها هاي. If the factory sends the motor with only، إذا أعطاني بس three terminals إيش معناها؟ معناها هو خلص مشبك مشبوك ستار أو دلتا. إذا there no change can be made. No change can be made. لكن if the factory sends the motor or manufactures the motor with six ايش كان هون؟ ثلاثة output terminals ايش اذا؟ then ايش بنقدر نعمل؟ we can connect it ايش؟ in star or دلتا. تمام واضح؟ اذا هذا اذا اجاني الهاد، اذا اجاني بالست تيرمينالز بقدر اشبك زي ما بدي.